وبركاته. ازيكم يا حباب قلب ادم، عاملين ايه؟ طبعا فيديو النهارده هيكون عن نش الحمام. هنش الحمام ده كله طبعا، بس مش هنش اللي هو يطير في السماء، هنخليه بس ايه يتنطط هنا وهنا كده ويلعب. تمام. اول حاجه بس ايه، هنطلع الزغاليل تسيب بس على الارض على فوق السلكه كده. تمام، واحد واحد كده. طبعا الكشك عايز يخش العشه. نسيب بقى جوز جوز كده ورا بعضه. ادي الواحد، ادي اتنين، تعال خد. طبعا هي نزلت اهي، كانت طالعه فوق بس ايه تتدشر عشان هي لسه بقالها كتير ما طلعتش فوق. تعالوا يلا كله ياكل بسرعه، يلا يلا اللي يلحق ياكل بقى ياكل. نبدا نطلع الجزء اللي بعده بقى على طول بالحب كده، كله بالحب. خلي بس الحمام ايه واحده واحده كده مع نفسه، فاهمين؟ يطلعوا مثلا يلعبوا كده، يتدشروا، يفكوا على نفسهم شويه، تبقى حاجه حلوه بجد. ما تلاقي الحمام كده بيطير قدام عينيك، ما شاء الله بجد حاجه، الله اكبر. تعالي شو 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 شو، تعالي. طب انا ايه اسمها؟ شرشوبة. تعالي تعالي شرشوبة. طبعا ده بيها يجي الحمام. كلي كلي كلي، سيب بس ايه الزغل كله كده يلعب شوية هنا. خد يا راح فين، تعال انزل انزل مع اخواتك يا عم. هنكلف بس القص الباكستانيين لوحديهم. عشان بس الدكر الباكستاني ايه يدخل كده. كل حاجه هيخش العش، عارف ان الكلفه هتجهز. ندخل بس الباكستاني اول حاجه. الباكستاني ده عشان فرد بارد، فايه ندخله العش. ولا انا حطيت لك كلفه؟ لا لا لا، ما تخشش جوه الجردل ده، الاكل اللي انت عايزاه بس. انزل بس انت يا معلم، طلعوا بس الدكر الاسود. ايوه انزل انت، انا حطيت لك كلفه. يا ابني باكستاني انا حطيت لك كلفه، تعال تعال تعال، كله يجي كله يجي، تعال يا باكستاني. يلا يا باكستاني خش العين بتاعتك بقى، حطيت لك كلفه. ايوه انت كده هترخم وتبرد وهخليه مش يطلعك تاني. يلا خش بقى عشان حطيت لك كلفه، يعني انا غلطانه حطيت لك كلفه. ولا خش العين بتاعتك، خش وانت نط انت في الجردل كل انت بابرة. ايوه اقفل بس على الجوز دول.
تعالوا انتوا بس ايه اكلفكم برضو ايه ارضي حبتين كمان سايب معاهم برضو مجموعة الزغل دي كده. الله كله كده ايه برضو يسيب على الارضية. ولا لا 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 مش دلنا ولا اطلع بره اطلع اطلع بره عشان ما اطلع بره مش فاهم هنا يقعد ينقي لك الكلفه الحلوه ويسيب لك الكلفه الوحشه. ايه ده يا ده انت يا ده اطلع بره ولا يا ده اطلع بره يا اللي انت بتعمله ده وانت تعالى 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 يا ابني يا ابني ليه كده يا ابني يا حبيبي ليه اطلع اطلع مع اخواتك تعالوا بقى لا اطلع على ايدي اطلع على ايدي تطلع عليا هتاكل مش تطلع على ايدي مش تاكل اطلع لسه في زغل برضو ايه تعالوا تعالوا يلا 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 كله جماعي كله جماعي خش معاهم يا كشك لا لا كل هنا من الاكل ده يا كشك وانت انزلي انزلي انت ما تعرفلكش انت ذكر ولا انت بس انزلي يا ابني بلاش انت ليه طيب ماشي اطلع بره يا حبيبي انا مسكتك اربع مرات لغايه دلوقتي اربع مرات انزل يا باكستاني كل معاهم معلش يا اسطى كل معاهم بس كده ايه في الاول بس كده لا لا مش فوق العشه يعني ماشي يا عم تعالى يا اسطى ما تخش جوه الجردل انت كده بتنقي لي الكلفه الحلوه طيب ليه طيب كده بس تعالوا ايه ده الازرق قطيفه طلع نكلب بقى الحمام كله هياكل بس ايه خش واحدة واحدة تعالى كشك كشك خش انت تعالى اطلع مع اخواتك وانت تعالى مع اخواتك لا 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 ايه تعالى تعالى خش اطلع طب انا اهو سهل ان احنا نجيبه اهو تعالى 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 يلا خش اللي طلعك بس انا مش عارف انت لسه جديد في العش اللي طلعك مش عارف بعد اذنك بقى اخش العش زي ما دخلتها تعالى خش العيش تعالى
تعال. تعال خش خش. لا خش العش، خش العش واحدة واحدة هتخش. ايوه خش العشة. ايوه نتاتك في الوش. ايوه خش بطل. عاش 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 بطل. يلا خش بقى العشة واحدة واحدة. ايوه ايوه عاش بطل. بص بقى خش كده. ايوه عاش بطل بطل والله العظيم بطل. الازرق قطيفة اول مرة يطلع في العشة ورجع لنا تاني عايش بجد. وشويه شويه هتلاقينا بنطلع النتايه وبنطلع الديكوره وبنطلع الحام كله والجوز القبالي بكله. بس ايه لسه واحده واحده. وانت اللي محشور هنا ايه ده يا عم؟ ايه اللي حشرك؟ طب انا عليكم دكرين مش نتايتين. لا النتايه اللي جوه. اه مش تمام. يلا بقى نكلف الحمام الزغلدي. تعالوا بس هنا عشان محدش يتعور وانا بفتح الباب. تعوروا وانا بفتح الباب هتزعلوا مني. و يلا كله هيخش دلوقتي ما ارمي كلفه. يلا 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 رميت كلفه كده. ارمي كلفة تاني. يلا كله كده دخل. ناقصش غير الزغلول ده. يلا يا بلدينا لسه بس ايه على قده برضو. بس ايه هيبقى جامد معانا برضو. هيبقى جامد في النشي. يلا يلا عاش كده كله دخل. كله دخل الحمام اللي معانا كله كده دخل بأمان الله بسلامة. يلا بينا نأكل بقى. ايه دول اخر قص؟ دول هياكلوا صح؟ ايوه اخر قص. عايزين برضو نبقى نخرج القص الدباني ده الفيديو اللي جاي. ماشي نخرج بقى كل المسامي من عند الحمام عشان خاطر نسقي الحمام. مسقيه مسقيه تخرج كده الحمام بتاعنا. يعتبر العشه كلها خرجت بس لسه واحده واحده برضو كل الحمام هيطير وهيرجع. بس ايه مع الاستمرار بس بالوقت كل الحمام هتلاقيه بيطير. هنبدا بقى نطلع الازرق قطيفه من بكره ان شاء الله والدباني اليوم اللي بعده. عايزين نخلي الحمام يشوف بعده وهو طاير وهو بيقعد هنا فاهمين. برضو في هنا مسقية ما اتشالتش. دخلنا الحمام بأسهل طريقة في ربع ساعة بس. الحمام ده يعني دخلناه بمزاجنا يعني صح؟ ما خدناش دقيقتين كده ولقينا ده الحمام كله دخل. خرجنا برضو دي كده كل المسائي خرجت معانا. جيركن الكلفة اسمه جردل بس انا بدلعه. نقلب بقى كل المساوي ونرصها عند الحمام ونجيلكم. وبكده نكون دخلنا الحمام كله وحطينا الماء عند الحمام والحمام شرب وكله الدنيا تمام. شلبزات التركي بيطلع لها شرابات والنتايه دي بيطلع لها ديل. والنتايه شلبزات التركي برده بيطلع لها ديل والدنيا تمام معانا الحمد لله بفضل ربنا. الدنيا تمام وزي الفل. طبعا هنشقب بقى الاكل من عند الحمام وننهي الفيديو
ننهي بقى من دلوقتي. وبس دي كده كنا اخر نهايه الفيديو. لو انت وصلت لغايه هنا دوس لايك واشترك في القناه عشان لسه اللي جاي الفيديوهات اللي جايه تبقى ضرب نار. وهنزل فيديوهين في اليوم، الصبح نش حمام وبالنهار كده ايه او على الظهر كده فيديوهات معلومات عن الحمام. تمام، توحشوني، اشوفكم بكره، سلام.